ولا ولا تعو 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 شوفوا الخبر، المغني مجد أكارسو وحبيبته الجميلة. لك هي مو سالي؟ ليش شو شايف يا غبي؟ اسمعوا شوي. تم التقاط هذه الصورة للعازف والمغني المشهور مجد أكارسو أثناء خروجه من أحد البارات ليلا مع حبيبته الجميلة، وكان يبدو الفنان المشهور وحبيبته كانا في غاية السعادة والانسجام. مع أن السيد مجد لم يصرح بشيء، ولكن كاميرا الصحافة التقطت هذه الصورة الرائعة للفنان مجد أكارسو وحبيبته. مرحبا. شفتي هالخبر شي؟ وين كنا؟ شفته بس مبالغين كتير بالحكي. بس عن جد لابقين كتير لبعضكم. ميرسي. وينه مجد؟ راح من شوي على المقبرة وهلأ بيرجع. بالله عن جد؟ ليش؟ راح مشان يزور قبر الأنسي إنجي. تقربه شي؟ مو هيك، بس كانت بتدرسنا الموسيقى بالثانوية. يعني كيف بدي قلك، مجد بعزة وهي الله يرحمها كانت بتعزه كتير، لهيك مجد كان متأثر فيها. لا، بشو كان متأثر فيها؟ لا لا، بس بيهتم فيها مو أكتر. ليكون كان عشقانة. عشقة يعني بفضلها. مجد عشق الموسيقى ووصلنا أنا وياه لهون لهالمرحلة. تخيلي، كان إلها أثر كتير كبير بنجاحه بكل شيء، لدرجة كان يدرس ببلاش بالمركز الأهلي للموسيقى. والله أنا بشهد على هالشي. يعني لولا الأنسي إنجي كلهم عم بيشتغلوا يا هاني. وحضرتك واقف هنيك؟ أنا بس كنت عم إلها شغلة للأنسي سالي وجايكم فورا. بشوفك بشوفك. شوف على الخبر شوف. اي صحيح بعرفك بشر، صار مكان منير. مرحبا سعيده مجد. اهلا وسهلا فيك. سلام يا شباب. يلا باي. مع السلامه. ناطرك برا لا تتاخر. ماشي. اهلين يا خانم، تفضلي. اهلين فيك بالأمان. يا هاني كلك ذوق. أنا ناطرك برا مجد، وأنت لا تتأخر. إيه؟ كيفك؟ منيح، وأنت كيفك؟ عندي مشكلة. خير، أنا بقدر ساعد بشي؟ أنت يلي فيك تساعدني. كيف؟ أنا بقدم شوية فعاليات للأيتام كنوع من المساعدة وكمتطوعة بالأعمال الخيرية. حلو كتير. وبكرة في عندي فعالية وعأساس غني فيها. ايه وين المشكلة؟ عازف الجيتار اللي كان يشارك معي بعت لي خبر انه ما رح يقدر يجي، وهذا الشيء بدل على عدم مسؤوليته تجاه هالشي. لهيك فكرت فيك وجيت لأطلب منك. فيك تساعدني بكرة؟ شو قلت؟ موافق، لا تاكلي هم شي. اتفقنا مو هيك؟ بكرة بشوفك.